لا جديد في قطاع غزة المكلوم، فالنازحون ما زالوا داخل خيامهم البالية، يستيقظون على فزع أصوات الانفجارات وصرخات الخوف واشتعال النيران في المخيمات، يهرولون إن حالفهم الحظ للهروب من ويلات العدوان، ويعودون بعدها لتفقد ما تبقى من الخيام إن تبقى شيء يذكر. يلملمون جراحهم وينقذون جرحاهم، ولا أحد حول العالم موجود لمداواة مأساتهم. في أحد مخيمات النازحين في خان يونس، حيث تتراص مئات العائلات والمرضى والأطفال داخل بقايا قطع من القماش لا تصلح لخيمة، قرر الاحتلال دون سابق إنذار أن يستهدفها مثل غيرها من الأماكن المحرم قصفها بموجب القانون الدولي والإنساني. اليهود بيستهد في كل حاجة، بضرب كل حاجة. إحنا ناس أبرياء، ما لناش علاقة لا في حماس ولا في فتح ولا في أي تنظيم، ولا عندنا مواقع عسكرية، ولا عندنا أي شيء يدل على إنه حتى إنه إحنا بنشكل خطر. اليهود بضربونا بأسلحة خطيرة، دمرونا وقتلوا أولادنا ودمروا بيوتنا بدون سبب، بدون ما يكون لنا سبب. دمار هانا، كلهم أطفال، نزم بالأطفال، تفرج كله أطفال، جزايا في روسهم في رجليهم. هانا هاي بواقي تبعون المستشفى، هذا المخيم عملته مستشفى الأوروبي للجرحى والمرضى، وجابوهم هانا، وفوق ما هم أجوا هانا المرضى عشان يتلقوا علاج ضربوهم هانا. قالوا لنا روحوا على المواصي، جينا على المواصي ضربونا برضو في المواصي. قالوا لنا روحوا على رفح، آمنة رحنا على رفح ضربونا في رفح. وين نروح؟ نروح على البحر، نموت جوا البحر؟ ما ضلش أي مكان، لازم العالم يصحى. لوقتيش بدنا نضل هيك إحنا؟ انتهت الكلمات وعجزت المرادفات عن وصف وحشية الاحتلال ومجازره اليومية التي يرتكبها بدم بارد بحق شعب أعزل، كل ذنبه أنه يواصل التمسك بحقه في أرضه أمام محتل لا يعرف للقانون الدولي والرحمة الإنسانية طريقاً.